ريجاردينج ال تعال وراي. معلش دكتور بجلس وراك يعني اذا ما عندك مشكلة. تعال تعال هنا. ريجاردينج المسلز اوف ذا فور ارم يا شباب، احنا بنرتبها، احنا عارفين احنا عندنا مجموعه الفليكسورز ومجموعه في الباك اللي هي الاكستنسورز، وكل مجموعه منهم بنقسمها الى سوبرفيشال ودي. كلام مظبوط؟ المبدا في المجموعه الفليكسورز، وانا داخل اذا كان امتحان قصبي قدامي بشوف اليد مفتوحه، يعني انا هنا في الفرونت، يعني انا في الفليكسورز كله. لازم يبقى لي لاند مارك، علامه زي علامه كده من خلالها بتحرك لبقيه المسلز. ما عرفتش العلامه دي كل حاجه هتروح مني. العلامة بتاعتي في الفور ارم في الفرونت العضلة اللي هي البرونيتور تيريس اللي هي دي اقصر عضلة. طبعا انتوا كلكم عارفين ان كل المجموعة دي تقريبا الفليكسور جروب بيطلعوا من الكومن فليكسور اوريجين اللي هو الميديال ايبي كوندايل، وده الميديال اهو ليتل فينجر. ببص على عضلة بتبدأ وتنتهي، ملهاش تندون طويلة مش داخلة على الهاند، بحطها كلاند مارك بالنسبة لي واقول انت كده اللي هو البرونيتور تيريس. اذا دخلت بالنسبة للبرونيتور تيرس ميديالي، ميديالي فين كده ولا كده؟ كده لا كده، يبقى دول الفليكسورز بالظبط. إذا حبيت الجناحية دي هتقابلني أول واحدة في عضلات الباك بالرغم إن أنا في الفرونت. ركزوا في الجملة اللي قلتها تاني، هتقابلني أول عضلة من عضلات الباك بالرغم إن أنا فين؟ الفرونت. لأن العضلة دي من العضلات اللي بنقول عليها برضو لاند مارك ما بين الفليكسورات والإكستنسورات بالظبط، اسمها بريكيوراديالس. ودي بتحط الهاند في الميد برون بوزيشن، تبدا السوباينيشن وتبدا البرونيشن. كلام واضح؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اول مين؟ اول اكستنسورز. اول مين؟ فهسيبها كده لغايه ما اجي لكم اكستنسورز وارجع تاني كده. اذا افترضنا ان احنا افترضنا ايه؟ ده احنا قلنا ان دي البرونيتور تيرس. اذا كانت دي البرونيتور تيرس دي البريكيوراديالس. جميل. يبقى دي الكيوبيتال فوس. مظبوط. السبعه اهي. ويبقى النيرف اللي داخل في وسطها ده الميديال نيرف. ولما بيكمل تحت هنا هيبقى برضه الميديال نيرف، وبيبقى موجود ما بين السوبرفيشال جروب والديب جروب. بالظبط. جميل. اذا قلت ان انا عندي دي برونيتور تيرس، نبدا نرتب العضلات الفليكسور من بعدها. اول عضله بعدها فين؟ فليكسور كارب. مش دي اللي بعدها على طول؟ فليكسور كارب. نشوفهم الاول وبعدين اللي بعد دي بس الى اعمق شويه، بس هي معاهم اهي اهي، ثم دي ارفعهم الثلاثه هم قدامكم، الثلاثه الطوال مظبوط، ومعاهم واحده ميبي بريزنت ميبي ابسنت ما تهمنيش كتير، هم الثلاثه اترفعوا اهو مرفوعين كده. ادي واحده فليكسون، وادي واحده، وادي واحده. جميل. وديت البرونيتور بتاعتي تيرس. فليكسور كاربي رادياليس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، فليكسور كاربي الناس. وضحت؟ يبقى دي برونيتور تيرس، فليكسور كاربي رادياليس، فليكسور ديجيتورم. وطبعا هتركزوا وبتبصوا تلاقوا الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس فليشي، لحمه حمراء من بدايتها الى تقريبا نهايتها، انما الاولاني ده تندون نصه التحتاني كل تندون، والثانيه كمان تقريبا نصها التحتاني كل تندون، عشان يفرق بين دي ودي، انما دي فليشيا الى حد ما، ثم الى حد ما هي اعمق منهم شويه. واضح كلامي كده؟ دي في وسطهم عضله بنقول عليها ميبي بريزنت ميبي ابسنت، اللي هي بتبقى اسمها بالمارس لونجس، لا تعنيني كثير. هذه هي بس. نعم. ميبي بريزنت ميبي ابسنت في 40% من البوبيوليشن ممكن ما لهاش، فلا ملهاش لازمه. زي عضله في خمس عضلات بادئين بحرف البي في جسمنا، يا موجودين يا مش موجودين، منهم دي بالمارس لونجس، وفي واحده تاني في اللور لمب اسمها بلانتارس، اسمها بلانتارس. وفي حاجات هتاخدوها في الابدومن، منهم اثنين عضلتين في الابدومن، واحد اسمها السوس. مع ان واحد يقول لي سوس اولها بي بس ما تتنطقش، سوس ماينور، وعضله اسمها بيريميدالس. دول اللي تقريبا انتوا هتشوفوهم، الباقيين مش هتشوفوهم حاجه. الوقت دي دول السوبرفيشال جروب كفليكسور، عشان اخش للديب اعمل ايه؟ لازم اشيل، لازم اشيلهم. قدامي حاجه من اثنين، يا زحهم يا اقطعهم، وانا ما حدش اللي هيقطع حاجه هنا ها هزعل قوي، فانا هعمل ايه؟ ازح، اقول اللي قدامي حرك العضلات الفليكسورز اللي احنا لسه متكلمين عليها دول
وشيلهم كده على جنب. مش دول كان فليكسورز اللي احنا لسه شرحينهم؟ اه. بصبعك الصغير ده ده اسند لي دي كده بس كده. انا في المجموعه مين؟ الديب. في الديب هنا بلاقي تندون وتنادل. تندون قريب للصم وتنادل. تندون زي يعني تحس ان هم متلزقين بس متقطعين كتير، فاكيد دول الفينجرز. واضح؟ التندون اللي هتلاقوه لوحده رايح حقها حق الثام اسمه فليكسور بوليشس لونجس، واللي هتلاقيهم تنادل متلزقين في بعض يبقى بتوع البروفانس، وهيكونوا ميديال كمان. طيب نطبق الكلام ده هنا. مين هنا لو رفعت لك ده كده ايه رايكم في ده؟ هذا الفليكسور لونجس. انا هنا لاترال ولا ميديا؟ انا لاترال جنب صباعي الكبير. هذا الفليكسور بوليشس. وتندون ولا تنادن ده؟ تندون. الحاجه الثانيه اللي خلينا نعرفه، تحسوا ان اللحمه الحمراء اللي هو الفليشي داخلانه من الجنب. بالظبط. انما بصوا على المنظر ده بقى، امسك كده اهو. تنادن. امسك دول. تنادن اهي، هو حد يقول الكلام ده قدام اي حد؟ تنادن اهم. شايفين المنظر ده؟ مانيش عارف يا رب ده تندون ولا تندونين ولا ثلاثه ولا واحد ولا ايه؟ حاجات بتلمع ولونها ابيض ومفيش فيهم ده، ولازم اتاكد ان ده رفعته منهم. وحاجه تخينه وكبيره وعظيمه زي دي تمشي معايا ايه دي؟ شوفوا قد ايه قويه مره. جميل. فليكسور ديجيتورم بروفاندوس. وضحت؟ طيب عايز لسه واحده ناقصه في المجموعه دي اللي هي الكوادريتاس. الكوادريتاس انت شايف كده يا رباح من عندك؟ شوف الكاميرا. شايف الكاميرا ولا شايف هنا؟ مش هنقدر نشوفه من فوق، نشوف الكاميرا. شوف الشاشه. طب اللي انتوا شايفينه هنا زي ده؟ صحيح؟ لا. طب قرب انت. قرب واللي وراك. تعال تعال هنا. انا عشان انت ليش زعلان؟ لا يا دكتور بس انا 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 قلبي انا قلبي عليك. والله انا داري. على راي المثل، انت قاعد تسجل سجل. انا قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر. تعال تعال هنا. تعال يا انا عايز مش عايزكم بس ده هتشوفوه بعدين، لكن على الاقل حسوا بيه، حسوا بال. هذه المنطقه دي فاضيه. انت اسمك ايه؟ احمد. طيب يا احمد العضله الاخيره برونيتور ديب للديب لدول كلهم كمان، يعني احنا لسه رافعين السوبرفيشال جروب وشفنا تحتيهم دول على اعتبار ان هم ديب. العضله البرونيتور كوادريتاس ديب لدول كمان. يعني هعمل ايه دلوقتي؟ يعني شيل التندون. اقوم شايل التندون كده، اقول اللي قدامي برضه ايه حرك دول كلهم. شوف انا خليته خدت البروفاندس. يلا يا ابو عبد العزيز شد هذا. وده كده ايه رايكم بقى في عضله كلها فليشي وتحت اهي ولا لها تندون طويل ولا راحه ولا جايه؟ اهي برونيتور كوادريتاس. جميل. اقول له بقى سيب ده كله. مين ده؟ هذا الميديا. ده الميديا نيم. اقول له امسك السوبرفيشال جروب دول تاني كده بالراحه بالراحه، خليك جنتل خالص معاهم قوي. مش ده الميديا نيرف؟ انا عشان اشوفه عملت ايه؟ رفعت السوبرفيشاليس وانا كده على البروفاندس، وبعدين في وسطهم طبعا كل دي البرانشات، لان هو هو النيرف سبلاي للفليكسورز ماسل، كل دي برانشات راحه للعضلات الخمسه اللي انتم شايفينهم دول. طيب لكن في وسط الكلام ده كله ابص الاقي في عصب منهم اهو هيبدا يخش ويمشي هنا، وبدا ينتقل يعني رفيع جدا اهو انتيريور انتر اوسياس نير. اه هذا هو. واضح؟ واضح. هذا ابن ال ابن هذا ابن الميديان. هذا ابن هذا. اترك هذا. عايزين نرجع بقى للمجموعه الاكستنسورز. اللاند مارك بتاع العلامه مين؟ بريكر ديالس. اضربك ضربه. برونيتور تيرس. برونيتور تيرس. برونيتور تيرس. يبقى اسمها برونيتور تيرس. اول عضله بعدها هتبقى مين طالما انت داخل على اللاترال؟ البريكر ديالس. البريكر ديالس. يبقى دي البريكيورا ديالس. رتب بقى بعدها. بريكيورا ديالس. اسند ده كده واقف كده. اسند ده من هنا. ايوه كده. دي بريكيورا ديالس. اتفقنا؟ بريكيورا ديالس. بعدها مباشرة تندون اهو. ولا في حاجة قبله؟ لا لا في حاجة قبله؟ لا هذا تندون اهو. لا اوعدك انت عشان يشوفوه. شايفين الترتيب ده ولا مش شايفين؟ والتالت اهو. مش
شايفينه ده؟ مش واضح. ماشي. يبقى ده البريكيو رادياليس اللي انا قلت اكستنسور كاربي رادياليس لونجس اللي هناك شايفين؟ ما عملتش اكتر مني زحتها بس هتلاقوا ممبرين لون ابيض هو مش ابيض ده تندن اكستنسور كاربي رادياليس بريفس اهم ثلاثه ورا بعض اهو رجعهم تاني رجع تاني رجع تاني بريكيو رادياليس لو اوعدك دي شيل يدك بريكيو رادياليس ثلاثه هم قدامكم اهم مظبوط مترتبين جنب بعض بس مش جنب بعض لان جاي من اللاترال بتلف كده صح ولا لا بعد الثلاثه دول مباشره عايزكم تشوفوا حاجه هتحصل انا هقلب كده عشان ابدا اخش على باك اكتر حلو يبقى انت عايز تقول ان الثلاثه دول لاترال على البوردر على 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 حافه ما بين الفور فليكسور واكستنسور ده اللي انا عايز اقوله ده بيني وبينكم لكن هم تبع مين؟ تبع الاكستنسور بس الشغل العملي شغل حاجه ثاني مظبوط فانا الوقت على الحافه في الحافه هنا بعد ما قلت لي دي واحد اثنين ثلاثه ملاحظين حاجه حصلت؟ طبعا الباك اهو في حاجه طالعه منها حاجه حاجه جايه من تحت وطالعه كده طالما جايه من تحت من يعني جايه من الدبس يبقى دي مجموعه ديب اقول لها خليكي زي ما انت هاجي لك دلوقتي فسيبوها في حالها ونكمل نيجي الناحيه دي هنخش هنا هنلاقي العضله دي اكستنسور ديجيتورا ايوه ديجيتورا جنبها ديجيتي مينيمي جنبها النارس اكستنسور كاربي النارس في الاخر فوق عضله ملهاش تندون زي المثلث اهي انكونس وضحت مظبوط وجنبها على طول تحت السوباينيتور لسه ما شفناش السوباينيتور طيب اوكي واضح كده؟ طيب المجموعة الديب بقى كانوا كام عضلة؟ ثلاثة لده واحدة لده سوباينيتور فوق مظبوط شو ما كده ولا انا؟ ايوه ايوه طيب هنجيبهم ازاي؟ الحركة اللي انتوا شفتوها بعد الثلاثة اللي كانوا على الحافة وشفتوا حركة كده حاجات كانت وطلعت كده دول ثلاثة مين هم الثلاثة؟ اثنين جنب بعض ادي واحد شايفينهم ولا لا؟ جاي من العمق اهي. ادي واحدة والتانية جنبها اهي. مش دول اتنين اهم؟ اتنين ولا مش اتنين؟ اتنين اتنين ولا مش اتنين؟ اتنين ممكن اشيل ده بس ما تنسوش احنا كنا ماسكينه على فين؟ واحد مقطوع تندون تندون ايه بس جاي من عضلة اكيد جوه اللحمة الحمراء بتاعتها جوه الفليشي جوه بس التندون مقطوع هنا اهو. امسك ده كده لا ما تمسكش على خلاص اهو في تندون مقطوع اهو شايفين ده كده ولا لا شايفينه ايوه امشوا كده وياه اكستنسور اهو 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 ده رايح لل يبقى دول الثلاثه اللي احنا قلنا رايحين لمين للثامبس مين هم بقى ابداكتور بولشس لونجس وبريفيس لونجس ايوه كلهم بولشس ابداكتور كلهم بولشس كلهم بولشس ابداكتور بولشس لونجس واثنين اكستنسور واحد لونجس بريفس ولونج اللي مسنوده جنب عضله دي البريفس ضعيفه مسنوده انما اللي لحاله اللونجس يتفضل مين طويل الاندايس انديسيس اجيبه ازاي اشيل دي كده بقى اقول له متشكر حاجه تندون وهجيب لكم تندون بس هتلاقوا فيه تندون شايفين ده كان حق مين اللي احنا اتكلمنا عليه الحين ده واضح اهو شايفينه ولا لا كله شايفه ولا لا ها واضح مش شايفين حاجه جنبه بتلمع ولون ابيض تحت اهي هو ده مش هو ده اهو هتلاقيه ماشي هنا والتندون بتاعه اهو رايح للاندكس ده الاكستنسور اندكس معلش اشيل ما انا قلت لك انت شايف ده شايفين ده؟ ده مين؟ شايف حاجة جنبه؟ ايوه ولونها ابيض؟ وموازي جنبه زي السكة الحديد كده جنب بعض؟ مظبوط اللي انتوا شفتوه الأولاني دوت اللي بنسميه؟ لونجس واللي جنبه ده مين؟ يتفضل عندي واحدة اللي هي مين؟ اللي هي السوباينيتور أجيبها منين؟ تحت اللهم صل على محمد لازم أشيل دول كلهم لأنها في الدبس هنا هقطع أشيل إيش أسوي؟ أيوه أسوي اقطع يا جدع اقطع هجي جاي لك يا واد جاي لك يا واد يا واد ما تتعبنيش قلبي وجع التي هي احسن شيل 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 انا ما بخرب شيء انا ما بخرب انا اصلح بصوا كده في حاجه انتوا شايفينها هنا
شايفين اللي انتوا شايفينه ده؟ بصوا اللي انا هرفعها بس دقيقه واحده بس احط الفرصه السرعيه كده هاني اهي الفينيش فايبر دي اهي ايوه اهي بس الكاميرا دكتور عشان شايفين دي؟ وعشان انت ما تزعلش هجيب لك اللي هنا لان هو واضحه اكتر بس على الاقل اعرف الصعب عشان لما تشوف السهل تعرفه تظبطه تظبطه دي مصر مش عارف اشترك بيها انت مش مصري ها شايفين دي؟ سوباينيتور خليك معايا يا احمد ركز معايا سوباينيتور شايفينها ولا لا؟ اللي انا رفعها بسن الفورسبس بس اللي انا داخل على الحافه بتاعتها مش اللي نازل اللي فوق دي بس سيبوا دي لحالها وشوفوا لي دي اختلاط هذا دكتور وبالرغم انها حوسه لازم تعرفوها عشان اعرف عشان اعرف الحوسه ايش اسوي نرتب نشوف رتب رتب فين الصنب فين الليتل رتب بقى يا جدع لحم مقطع كفيك اربع دقائق دكتور عشان ايش ترتب بالاوسبي لا ده انا بس برتبها لك هنا عشان دي مقطع بس يعني تجيب مرتب يعني. لا انا هجيب لك حاجه شيك حاجه شيك يجيبون مودرز لا يجيبون الحيوانات اكسل يجيبون لنا اشياء زي الصحاب يجيب لك كامل ما يجيب لك مقلقل في المقطع اللي يسوي شيء الله يا اخي بالرغم ان هي خرابيط لكن بقت واضحه حمار مشت اموره طيب ها بحب دوروا لي يعني ابحثوا لي على فليش فايبر هنا بدات واختفت يعني جايه متجهه ناحيه الصنب كده واختفت اللي هي دي صح ولا انا غلطان في هذه ايوه متهيألي واضحة ايه؟ واللي بجنبي كان راجل ماسكولا دي اختفت اهي انما دي بدأت تنضم طويلة نبدأ نرتب لو جيت الناحية هذه الناحية فليكسر هنا بينك اكستنسورز لو دخلت كده الفليكسر طب رتب لي بقى دي برونيتور تيريس العضلة اللي تنضم اللي بعدها على طول مين؟ رادياليس فليكسر كاربي رادياليس اللي موجود او مش موجود بسم الله ما شاء الله عنده بالمارس 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 لونجس معايا كده؟ شوفوا بقى اللي جايه دي شايفين قد ايه؟ شايفين العضله دي ولا لا؟ ايوه فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس واخر واحده هشوفها هنا النارس اهي معايا ولا لا؟ يبقى دي مين؟ النارس ودي مين؟ السوبرفيشاليس والتندون ده بالمارس لونجس ودوت الفليكسور كاربي رادياليس عايز اشوف الديب جروب اشيلهم اشيل كل دول وابص على ايه؟ بتبص ولا على ايه؟ على الفليكسور هذا على ايه؟ على تندون وتنادل واحد تندون نحيادي والفليش جاي لهم الجنب اللي هو الفليكسور مش ده اللاترال؟ ايوه ويبقى هنا؟ يبقى ده مين؟ فليكسور 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 لونج اهو الفليش داخله له اهي من الجنب شيل ده كده في تنادل ايه؟ تندونز كتير اهي كل دول واحد يقول لي دول واحد دول اثنين دول ثلاثة ايا كان العدد قدامي كلهم فليكسور ديجيتورم سوبر بروفانس واضح؟ ولو طلعت لك من وسطهم عصب زي ده يبقى ده مين؟ في الميديا والطويل المحترم دوت يبقى ده مين؟ الانتيريور اوسيس نيرز واضح؟ برانشات من الميديا طيب هي بايظه وانتوا بتقولوا ده بايظه وخربانه ماشي فيها البرونيتور دي البرونيتور دي سولنا عليها مش كده؟ مش دي البرونيتور؟ مظبوط لو جينا لاترال الناحيه دي مين دي؟ بريكيو رادياليس اللي على الحافه أيوة. بريكيو رادياليس مش كده؟ ايوه وبعدها مين؟ ال بعدها على طول اهو اكستنسور كاربي بريكيو رادياليس اكستنسور كاربي رادياليس لونجس تحتها ايه؟ بريكيس وبعدين شفتوا ايه اللي حصل؟ عضلات جايه من الدبس وطالعه بره مين اللي جايين من اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول مين؟ دول كام عضله؟ واحد ثلاث عضلات اثنين ثلاثة الواحدة ابداكتور بوليشس لونجس اكستنسور بوليشس بريفيس اكستنسور بوليشس لونجس يتفضل مين؟ الانديسيس ادور عليه وابحث كده الاقي عضلة اهي شايفين التندون ده؟ رايح ده لونجس بصوا كده بصوا شايفين دي؟ شايفين متقطعة تحت دي؟ شايفين العضلة المحترمة دي؟ اهي ما اشوف انا ما هي متقطعة لا معلش لو تجيبها كده دكتور دي اهي دي التندون بتاعها اهو اسمه الاكستنسور انديسس طب الديجيتورم
انهي دجتوره لسه ما وقتش اقول لك الحين اللي يحركه هنا بدا الدكتور يتحرك مش مو بتحركه من هنا مفهوم كلام يا جماعه عشان تعرفهم في الامتحان بقى هتلاقي كم عضل راح للصنب ثلاثة هذا الاثنين جنب بعض وتعرف منهم فيهم اللاتر وفيهم من الميديا لازم تعرف ان ده الابدكتور وده البريفيس واللي بالحاله وهنمسكولك من هنا ما بمسكش تندون من عند الفليش بجيبه من عند التندون جميل من هنا بس انا هنا عشان افهمك بس وقف ده كده شيلنا ده اللي هو حق البوليشس اهو شيلها يبقى الفليش اللي بعدها على طول مين اهي الفليش دي الفليش دي التندون بتاعها ماشي اهو اهو اللي هو ده اهو اللي هو ده ده اكستنسور انديسس رجع بقى دول الديب رجعهم تاني يبقى مين دي اللي جات عليهم دي الديجيتورم اهي اللي كان بيسال على الديجيتورم مش ديجيتورم بعدها مين ماين اكستنسور كاربي النارس واحد واحد فين السوبينيتور بقى لازم اشيل الكلام ده كله وضحت ولا ما وضحت شفتوها ولا لسه هذه وشان هذه قايله كذا سوبينيتور في شكله كذا بالكتاب انا سوبينيتور طب دكتور في نكون يا صبره خالص يا خلني اسيل سوبرفيشال ما بتعبش عشان اجيب دي لازم اتعب عشان اجيب مش عايز كلام مش عايز كلام يا رباه ولا انت اسمك ايه اسلمان ما بحبش الكلام اكسرك على طول طب دكتور في سؤال الاكسنسور ديجيتي مينيمي بالمنطقه هذه وين انساها انساها ما رحت انساها الديجيتي مينيمي بنعتبرها جزء لا يتجزا من الاكستنسور ديجيتورم حلو فاذا جالي في امتحان حسيت انه مربوطه الديجيتورم وانت شاكك انها ديجيتي مينيمي اكتب ديجيتورم اوكي وضحت ولا لسه ده من الاخر اهو لان الديجيتي مينيمي تندون بتاعها بنعتبرها جزء من الديجيتورم بيسموها اكستنسور ديجيتورم كوميونس بس انا مش عايز اخش في تفاصيل ولذلك في العملي لما تيجي ديجيتورم وانا حاسس انها ديجيتورم مع ان الديجيتورم ديجيتورم والديجيتي مينيمي ديجيتي مينيمي هفترض ان واحد يعني ها بيستعبط ويقول لك لا ده الديجيتي مينيمي هي الديجيتورم لو وصل بك الحال انك احترت بين الاثنين اكتب ايش ديجيتورم ده بلاستينيتد ايش بس نشوف هتعرفه ولا لا يا رب ايش هذا برادياليس ليش بريكو رادياليس لان جايه بدايه هي اللي المفصل بين الانتيريور والاوريجن الاوريجن يا دكتور موست لاترال وفوق البرونيتور تيريز يا سلام عليك طب انا بقى اضايقك اكتر يا ما سولتش حاجه ايش هذا هذا الرادياس الفليكسور كاربي رادياليس مين التندون ده انا هنا في الديبس ولا انا كده في الديب ولا سوبرفيشال مقطوع اهو وهنا قلنا هنلاقي حاجتين واحد ناحيه الصم وتندونز كتيره مين اللي لاترال الناحيه دي اللي هو ده مين اللي هو الابداكتور فليكسور كولوشيس لونج ومين اللي جنبه دولت فليكسور ديجيتورم بروفاندس مش قال له تعالى في المكان ده ليه كده هنزعل ليه لا لا صح امال مين دول بقى حد يقدر يقول لي الشاطر يقول لي دي مين النارس فليكسور كاربي النارس مع ان العينه دي معموله عشان الدبس لكن نرجع تاني انت قلت لي دي يا دكتور اسمها بريكو ايه رادياليس طيب ماشي امال اللي تحتها على طول دي مين الاكستنسور كاربي رادياليس جميل انا مش هسال بالترتيب طبعا امال مين دي هذه ديجيتور ممكن تبقى ديجيتي مينيمي ممكن عايزين الديجيتي مينيمي عايزين الديجيتي مينيمي اهو كلاتر اللي ليها كيف يا دكتور تندون منها ازاي عرفت جزء انا عارف اصلا هو من اسمه مينيمي صغير يعني اكستنسور ديجيتي مينيمي عشان كده بقول لك كوميونيس يعني كومن تندون او كومن ماسل امال ايه دي ايش هذه النارس النارس طب لو جيت بقى في الامتحان وحبيت استعبط وحطيت لك هنا علامه كده هذه الانكونس تعبت انا في حاجه شفت لها تندون شفتش انت حاجه اصلا يبقى انكونس واضحت؟ طيب نشوف دي بقى إذن لازم الخيال لابد منه دكتور طبعا وبعد ما اطلع من هنا الكيس الفاطن انا باخد علامات معينه احنا هنا عندنا ابراج كتير تجيبوا ده وتقفوا مع بعض مين دي مين دي مين دي مين دي مفهوم كلام ولا لا هتطبقوا الكلام اللي انا قلته اي ابر لمبه هتحط قدامكم هتعرفوه المجموعه المحترمه دي متقطعه دي ها لا انا عشان اخش على الهند احنا قلنا ايه في الهند
لان عندي مجموعه اسمها سينر ومجموعه اسمها ايه فاكرين وانا كنت بتكلم عليهم كنت بوصفهم بقول ايش سوبرفيشال وبعدين اشيل اثنين جنب بعض وتحت وبعدين في واحده في العمق بعيده بس راح اصل لكل شيء لما نطبق الكلام ده اما اشوفه تعرفوه ولا لا هذا الصنب اهو وفي حاجه على فكره دول عضلات احنا قاطعينها كده عشان نفتحها كده ونبص اللي دي بون طيب طب رجعوهم تاني كده بقى شايفين دكتور. شايفين المنظر ده شايفين الاول ولا لا كبيرة. عضله كبيره اهي اللي هو اسندها لي بس سنده بالفورس بس عشان يشوفوها سنده بس سنده كده شايفين دي وانا همسك واحده تانية اهي فليكسر ابو دكتور بوليشس بريفيس فليكسر بوليشس بريفيس سيب اللي بينهم ديت اوبوننتس الابداكتور مش هنا خالص لسه عايز اخطس كمان لسه لا مش هنا ده لسه هتشوفوها الوقت مش تحت دي ده لسه هتشوفوها الوقت اه طيب بصوا له على المنطقه هنا في كم عضله هنا ثلاثه لا اثنين ايه اثنين اثنين وتحتهم واحده بس واحد يقول لي لا بس انا شايف ثلاثه انا غلطان مع ان احنا شارحين الهايبوسينر كم عضله اثنين زي دول دي عضله كده اسمها لا حاجه اسمها بلمارس بريفس بلمارس بريفس سيبكم منها خلينا في الاثنين مين الاثنين بتوعي زي دول بالظبط ادي واحده وادي واحده مين دي فليكس ايوه برافو عليك لان الخارجيه دايما هي لازم تبقى الابداكتور اذا كانت دي الابداكتور يبقى الناحيه الثانيه لازم تبقى ابداكتور اذا كان في الداخل هنا فليكسور يبقى هنا مين لما اقطع دول كده بالمنظر ده هبص في الطاوله مين دول دول مين التندوس اللي هم السوبرفيشاليس والبروفاندس اهو ايوه بصوا كده معايا التندون السوبرفيشاليس اللي هو سوبرفيشاليس على الوش اهو وهتبصوا له هتلاقوا عامل زي سبعه كده داخل من وسطه البروفاندس وطالع اثنين اهو شايفين البروفاندس داخل منين شايفين السبعه اللي انا ماسكها دي ولا لا امسك ده كده شايفين ده ده الديب ما عشان الديب ده يروح للديستال السوبرفيشاليس جت لي هنا وقفت سوبر ديريا التندون مش انا عندي اربعه تندون بتوع السوبرفيشاليس رايحين للميدل المفروض الاربعه اللي تحتيهم رايحين للديستال كانوا هيروحوا ازاي كيف يروحوا لازم يعمل ايه كل تندون من دول لازم يحصل له ايه يفتح كده عشان التندون اللي هو بتاع البروفاندس يعدي ويروح المنظر ده انتوا شايفينه قدامكم اهو ده مين البروفاندس وده مين سوبرفيشال عايزين تتاكدوا رجع الوضع تاني اهو هيرد هيبقى سوبرفيشال ولو قربتوا اكتر هتشوفوا السبعه بتاعه السوبرفيشال شايفينها ولا لا شيل دول بقى خالص كده شيلهم خالص انا عندي الوقت كنا بنقول ان في عندي اربع عضلات اسمها اللامبركلز عشان اوصل لهم عشان اوصل لهم لللامبركلز الاربعه اوصل الاول للتندونز اوف بروفاندس مش هم طالعين من التندونز بتاعت البروفاندس فهاجي كده ادي تندون اهو هوريكم عضله صغنونه ورم لايك قد الدوده صغنونه خالص ادي واحده اهي هجيبها لك الوقت انا لسه ما جيتش جايه من السايد اوف ذا تندون طب بلاش دي هوريكم على واحده بقى غريبه شايفين السوغنتوته دي سوغنتوته خالص سوغنتوته خالص نونه خالص في الموضوع شوفوا هي جايه منين انا بشد على مين كده الجماعه اللي قدام جايه من التندون ده ادي واحده مثال منهم هات كده يا جماعه دول شايفين السوغنتوته قوي دي وفي واحده اهي حمارة كبيرة هنا كبيرة ودي صغيرة وكل واحد على قد مقامه ده فينجر كده لكن ده ايه مفيش شايفين المنظر ده هعمل خلي بالكوا اخر حاجة هعملها بصوا بقى اللي بعمله ده اشيل كل دول كل دول لا شايفين حاجة هنا ايه في مصر في حاجة عند الصم ترانسفيرس اوبليك الدكتور هي صح ترانسفير بس لما تجيلك هنا تكتب الدكتور شايفينها اللي جاي شايفين دي شايفينها شايفينها ولا لا البنيه دي تبع الثينة المصر الدكتور بوليشس الدكتور بوليشس شايفين فين في العمق شفت انا شلت عشان اوصل لها عملت ايش شلت السينر وشلت الفليكسور سوبرفيشاليس والبروفاندس والنيرفس والفيزلز عشان اوصل لعضله تحس حاجه كده محترمه في الدبس واضح لو جبت هدي الله
دي منظر ثاني. فاكرين ولا اقول لكم بالمر سبنيرو هذا الفيشي هذا الفيشي اللي اسمها بالمر افينيو روز اللي كان بيجي لها انسيرشن بالماريس لونجس ويطلع منها السليبس اللي هي الشقوق اللي هي هتخش على الفينجر نشيل دي بالمر اللي هو البالمر افينيو روز واضح هنلاقي تحتهم مين التندونز واللامبركلز اللي طالعه منه ادي التندونز واللامبركلز طالعه منه الاولانيه اللي هي الحماره الكبيره اللي احنا شفناها اهو والصغنان اللي زي الورم كانت اهي مش انا قلت الكلام ده ولا لا ماشي دول التندونز اهم ممثلين في الاثنين مع بعض طبعا سوبر فيشاليس وبروفاندس اه دكتور في شقه اهم الاثنين اكمل بس دي لو شلنا التندونز دي باللامبركلز كده ترانسفيرز ادي مين هذا ها الدكتور دي مين يا جماعه الدكتور اللي انتوا شفتوها هنا اللي هي كانت هنا بره كبير وفي عضله هتشوفوها زي الريشه عارفين الريشه بتاعت الفرخه اللي ترتيب الفايبرز بتاعتها دي واحده من الانتر اوسياي دول واحده من مين من الانتر اوسياي اللي هي من البالمر انتر اوسياي ثلاثه الثلاثه البالمر اهي واحده زي الريشه كده بالظبط ريشه الفخ واضح ولا لا يبقى دي خلاص احنا وصلنا للعمق شوف الادكتور على مستوى مين مستوى الانتر اوسياي وهي الوحيده اللي يغذيها الالنا بالمنطقه انهي منهم اللي هي الادكتور واضح كلامه ولا لا فهمتوا فهمتوا حد عنده اي سؤال نعم اسال دكتور انت لما كنت بتشرح في المحاضره قلت انه في ثلاثه هم اربعه ايوه ازاي العضلات الانتروسياي عددهم 8 تمام الثمانيه دول انا شرحت لك هم عددهم 7 مجازا وقسمتهم 3 بالمر أربعة. في الحقيقة هم 4 هنا و4 هنا فين الرابع انا حتى في الكتاب اللي عندي ما فيش الرابع اي كتاب جرانت جبت جري جرانت جري لا ايه جرانتس ده مش بتاع الرسومات اه اطلس ده دلع خش على التقيل اوكي الدسم جري عشان كده ما رضيتش اقول انا ما قلتهاش لان ما بتتحطش الا في امهات الكتب في 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 8 4 بالمر و4 دورس اول واحده بالمر حصل لها ضمور زي الديل اللي كان عندنا وحصل له دمور ديجنريشن بقى رودومنتري صغير معايا اصل احنا كان عندنا ديل برضه في يوم من الايام مش واضح صح صح ففي حاجات بيحصل لها ديفلوبمنت وترجع في مرحله يحصل لها ايه رودومنتري تبقى رودومنتري يعني ضامره هذه من العضلات اللي ضمرت عند الانسان ملهاش فوائد فملهاش كفوائد وما نشوفهاش كتير فبنركز على مين على الثلاثه اللي فاضلين اللي هم بيسووا ايش بيسووا ابدكشن بتوع الدعاء الدعاء الاول يعملوا ابدكشن بعد كده بيعملوا رايتنج بوزيشن لكن الاول مين كان بيعمل ابدكشن الثلاثه مين اللي كانوا بيعملوا ابدكشن ده له ابدكشن وده في الميد لاين دول الثلاثه دول الابدكترات اللي كانت هنا البالمر اللي كان عندي الاثنين واربعه وخمسه ولما نيجي من ورا من الخلف من هنا كان عندنا اربعه ده له ابدكتور كانوا بيعملوا ابدكشن ده له ابدكشن وده ابدكشن الثلاثه دول اللي محتاجين ابدكشن ده له واحده وده له اثنين وده له واحده وضحت؟ سكر خلصت صار دكتور انت قلت في حالات انه قليل ما تلقى الفالمارس لونجس الايش؟ فالمارس لونجس بالمارس لونجس قليل ما تلقاها 60% من الحالات نشوف 40% مش موجود طيب ليه؟ الشيء الوحده ملهاش اثر طيب لا لا لانها برضه جزء من عضله الديجيتورام سوبرفيشاليس منفصله منها فقد تظهر لوحدها كتندون خاص لوحده تشوفه بس دكتور الانسيرشن بتاع غير الانسيرشن سبحان الله شكل سيناوي ما انا بقول لك ممكن ما تشوفهاش خالص والبالمر ابنيروزس ما تلاقيش فيها عضلات جايه تلاقي الابنيروز لوحدها ترينجولار في الشيب والابكس مش جاي لها حاجه او ممكن يكون سليفز يعني سلخه جايه من السوبر فيشاليس ورايحه لها تحل محلها ان ما كانتش موجوده هي والبلانتاريس والبايرميدالس والسوس مايل كلهم منهم شاصر يا موجودين يا مش موجودين فلا نعول عليهم كثير واللي انتوا شفتوها هنا اللي قلت لكم يا موجوده مش موجوده اسمها بالماريس بريفز عشان كده مش مهتم يوم خمس نفس الكلام نفس الكلام يا موجوده عشان كده مش عايز كنتوا تشوفوها ما هي البالماريس بريفز ولذلك احنا عندنا خمس عضلات في جسم البناء ادمين ممكن يكونوا مش موجودين مين هم بالماريس لونجس بلانتاريس سوس ماينو بيراميدالس في جدار البطن بيراميدالس سو بريفيس بالماريس بريفيس مين الليدر بتاعك دكتور بريسيف سار هات لي غيابهم بالتوقيع
عشان في ناس ما جاتش. طيب دكتور في استفسار، متى صار عندنا ذيل؟ ذيل لا ده في الايرلي ايرلي انترا تراين لايف بيبقى في الاكسجين سيجمنتس بتبقى طويله شويه. الاكسجين اللي هي اخر فقرات في العظم هي الاكسجين. لا هذا بيحصل لها ضمور 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 العصب اللي هو الصغير اللي هو اللي هو المساوي في الانيمال دي. لكن عندنا ما بيحصلوش فيرزر ديفلوبمنت، يعني بوصل لحد معين ويقف بالمناسبه او يطلع منه الانيمال اللي هو الاكسجين. كم من انا عندي مرتيني قال اثنين هذا اختار الاستفسار رايت اخترت الفشل ما كانت واضحة عليك. ايه الشغلات ايه واضحة لا مش الشغلات كيف الان ايه الاكشن الوضع ده اللي بيسويه مجموعتين من العضلات انتروسي ولما انتروسي اي ولما. ايش هو الوضع ده؟ انسناء هنا ومد فليكشن ودول اكسبنشن. الفليكشن ده فين؟ في الميتا كاربو فالنجيه ميتا مش ميتا كاربن يبقى في الميتا كاربو فالنجيه واكستنشن هذه العقل ما كده الفليكشن. لو سويت كده واكستنشن اكستنشن في الانتر فالنجيه هو ده وضع. لو حبيت اعكسه هاتني دول وافرد ده اللي هو بيظهر في الاثنين دول في الانر نيرف انجري في الكرو هاند. معكوس ليه معكوسه في الانر؟ لان الانر بيد الانتر والسايد واللامبريكلز ودول اللي حصل لهم انجري. وضحت؟ وضحت. دكتور المصص اللي تاخذه اللي هو ديفيجنز اوف دي نيرفز مطلوبة ديفيجنز زي مثلا هنا في اللي هو الانتروسيتر اللي هي الانتيريور اللي تاخذ ايه؟ لا السؤال منه ثاني معلش ورحه في واحده من المصص اللي مثلا تاخذ كل عارفين كل هذه ميدي نيرف ما عدا تو مصص. ايوه واحده بارشل وواحده كومبليت ما تاخذ من الميدي نيرف. بعضهم ياخذ من الديفيجنز اوف ذا مصص زي الانتيريور انتروشس او انتروسايت. هو اللي بياخذ من الديفيجن اوف ذا مصل ولا بيدي بارت اوف ذا مصل؟ بيدي لا يعني هو في مصل بتاخذ من الانتيريور انتروسي اي مصل انتيريور انتروسيس نير. تمام اللي هم اللي جايين من البنشات من الميديان اللي هم عضلتين ونص. لا دي بتاخذ من الامنا اللي هم مين؟ عضله ونص اللي هي عضله ونص البنفندس ولا الانتيريور انتروسيس بيدي عضلتين ونص. مين هم؟ اللي هو الفليكسور بوليشس لونجس والبرونيتور كوادريتاس ونص البروفاندس ونص النيرس. ايه يا اخي لخبطتني. ونص البروفاندس بتدي 2.5 اللي هم عضلات الديب. الديب اللي انت شفتهم هنا كانوا كام عضله ديب في المنطقه الاماميه؟ فليكسور بوليتشس لونجس والتنادل اللي هو البروفاندس بتدي نصها بس ويدي كل البرونيتور كوادريت فده عضله 2.5 ده الانتيريور انتروسيس اوف ميديا. انا قصدي مطلوبه الديفيجنز هذه. اه طبعا لازم اقول لك مثلا الفليكسور بوليش سلونجس ما تقوليش سبلايد باي ميديا نير سبلايد باي الانتيريور انتروسيس اوف ميديا نير. لو قلت لك الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي هي التنادل هتقول لي دول لها دبل نيرف سبلاي او دول نيرف سبلاي النار والانتيريور انتروسيس اوف ميديا نير. ايوه واحد ميديا وعليه ميديا وعليه لا بدون لا. طيب في سؤال ثاني بعض العضلات تاخذ صوت بعض العضلات تاخذ فايبرز من النيرف ما فيش مشكله بتاخذ مجرد برانش منها. ايه يعني مثلا بعض العضلات سي 5 سي 6 بعضها سي 6 قصدك النيرف. ايه النيرف بيبقى ساعات جاي من 5 و 6 وساعات يبقى جاي من 5 و 6 و 7 ده الروت فاليو ده بدايه مش الفليش. طيب يعني مثل لا 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 انت بتتكلم عن عضله ايه؟ العضله يتقال عليها النيرف سبلاي بدون الدخول في 5 و 6 و 6 و 7 والكلام ده كباصل. انما كنيرف ابقى عارف جاي منين وبالاخص الكبار ميديال الاكزيلري والميديان والراديال والانر والماسكولوكوتينيس. واحد هذا بالتوقيع 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 شباب شباب.